السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحتقر أحد من الناس، خاصة الأطفال والصغار منهم. مع مرور الوقت الأطفال يكبرون والكبار يهرمون ويشيبون ويصيرون في حاجة هالصغيرين ذولا. بين النساء يكثر احتقار الأطفال، خاصة إذا كانوا عيال جارتها أو طبينتها. الشعور باليتم عند الأطفال مو للي أبوهم ميتين، أيضا اللي أمها مطلقة ولا أبوه مسجون. غالبا هل اللي أنت بتحتقرهم بيجي يوما يحدك الله عليهم. تذكرون قصة يوسف عليه السلام مع أخوانه، يوم حدهم الله عليه وجابهم من فلسطين إلى مصر ودخلوا عليه في مجلسه. سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه القصص فيها عبر حتى لا نقع مثل ما وقعوا. ليلة أبعلمكم بقصة علمني بها واحد من الأخوان حقيقة وقفت شعر راسي. يقول إن فيه رجل طلق زوجته، ويوم طلقها زوجته تركت ولدها عنده، ولدها صغير، وقام الرجل تزوج زوجة أخرى يبغاها ترعاه وترعى هالطفل اللي تسنه يتيم. زمان كانت الأمور على قدهم، وكانوا الناس يحلون أغلب مشاكلهم أصلا بالزواج. يتزوج زوجة عشان تساعده على البل، ويتزوج زوجة عشان تساعده على الغنم، ويتزوج زوجة عشان المزرعة، وهكذا. بعد فترة من الزواج الزوجة كانت تخبز، والبزر عندها يلعب ويحبي، وقام ونص النار، قامت وتشاغلت عنه وتركته لجل النار تاكله، وفعلا النار كلت يدية البزر. كل هذا بسبب الغيرة من أمه طبعا، لأن النساء بعض النساء فيهن غيرة مرضية عجيبة. أنا هنا أوصي الحين وأقول إن اتقن الله في الأطفال اللي عندكم، عيال أختك، عيال جيرانك، عيال زوجك. قاعد في الأمر احترقت يد البزر، وصار البزر أعظب، يعني يده ملتوية. ومرت الأيام وكبر وصار رجال، صار فيه أخلاق وبر بهذه المرأة عجيب. وهذه المرأة بلها الله إن ما رزقها الله بذرية، صار ما لها إلا الله. ثم هالرجال هالعظب هذا يوديها ويساعدها، يخدمها ويشيل ويحط. يوم كبر وصار رجال وذاقت حلاوة بره وخدمته، صارت كل ما شافته قامت تبكي. تدور عليها في خيالها شريط اللحظة اللي كانت النار تاكل يده ويتناظر فيه وهو يصيح. صارت الصورة ما تفارق خيالها، في كل مرة وفي كل لحظة وفي كل خدمة يقوم بها تتذكرها كل لحظة. ويوم من الأيام قالت له: أبحج. قال بشي ورتب أموره، وهاك الأيام ما كان في سيارات، كان على البل. جهز الذلول اللي هي الناقة اللي تبي تحج عليها، وجابها وجهز عليها مثل الكرسي. أما الكورجة ولها عدة مسميات، مثل الخيمة الصغيرة تجلس فيها المرأة على ظهر الناقة، يغطيها ويذريها عن الهواء وعن الشمس وعن مناظر الرجال. هالعظب هذا حريص إنه يحط لها مساندة من وراها وأشياء من جنبها ومن تحتها عشان ما تتعب. عجوز على ظهر الذلول تناظر فيه وهو ماسك رسانها بسنونه وبيدها الثانية الحبل عشان ما تطيح العجوز. ما قلت لكم واحد من اليدين عظبة، وهي تناظر فيه وهو يشد بسنونه ويشد الحبل، وتقول له: سامحني. تقول لها: يا خالة تراتب حل، تراتب حل، تراتب حل. شفتوا كيف دارت الأيام؟ وما هنا أسرع من دورة الأيام، وصارت هي الذليلة الضعيفة وصار هو القوي. سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ختام بوصي النسوان: بحكم قربهن من الأطفال ازرعوا فيهم الخير وابشروا بالخير. السلام عليكم، تصبحون على خير.